ايه رايك في حكايه امام عاشور؟ والله يا كريم، امام عاشور انا بكلم بقى واحد كان بيلعب رجله في الملعب، انت كنت بتلعب كوره وامام عاشور، وانت وصلت تقريبا لمرحله امام عاشور في لعب الكوره. امام عاشور ايه المشكله؟ انا ما اعرفش ايه المشكله التاديبيه اللي امام حصلت. امام هو شايف في الفتره الاخيره انه مش مركز، وغالبا ده من بعد مباراه السوبر يعني، او في مباراه السوبر انه مش مركز، انه مش بينفذ التعليمات 100%، فتم استبعاده المباراه اللي هي غدا ان شاء الله. امام مشاكله اللي زي ديت اتكررت، هي مشاكل صغيره بس كتير. بالظبط كده، ليه بقى؟ ما عندوش حد يوجهه، دي مشكله معظم لعيبه مصر، ان هم ما عندهمش حد يبقى منتر ليهم بره الملعب. كله معظم لعيبه مصر يا كريم لما بتقع في مشكله يبتدي يدور على بقى ايه، مين بقى مين يقف في ظهري، مين يسندني، مين افكر يبقى المنتر بتاعي يمشيني صح، يديني جايد صح. لكن امام محتاج حد يبقى منتر بتاعه. دي هي دي يعني انا بقى في البيك بتاع مستوايا، ايه اللي يخليني ما بقاش يعني مكسر الدنيا بقى دلوقتي ومركز جدا في اللعب؟ انا مش مستني حد يقول لي بقى انت محتاج تعمل كذا ومحتاج تعمل. انا في البيك اصلا بتاع مستوايا، هو بره الملعب يا كريم، جوه الملعب هو 10 على 10، بس بره الملعب هو ما عندوش حد يوجهه. زي ما بقول لك، ما اعرفش، هو ما عندوش وكيل لاعبين تقريبا، او ما عندوش حاجه زي كده. الحاجات دي بتفرق جدا مع لعيب الكوره. صلاح يعني مثال، بصلاح اللي المسؤول عنه راجل اصلا مش جوه الاندستري، راجل محامي بس مفضيله دماغه بيوجهه ازاي يركز بس جوه الملعب. صح. لكن امام عاشور لسه مش ما نضجش كفايه بره الملعب، وده مأثر عليه جوه الملعب. لكن في ناس اتفضل. جيمي بيشاورني. لا كمل. لا جيمي بيشاورني عشان يضيف على حاجه. لا يلا جيمي. طيب.